الخبر ده يتعاد صياغته حالا وينزل على الويب سايت في اقل من نص ساعه. حالا يا فندم. طب في اي داتا جديده هنزودها على اللي مكتوب؟ لا مش مهم الداتا خالص، مفيش حاجه تلزمني في الخبر ده غير اسم شاديه الفلاني. شاديه؟ خير مالك يا جهان؟ لا مفيش حاجه، انا اقصد بس يعني ايه علاقه شاديه باللي مكتوب؟ نعم، ما تقري الخبر كويس وتشوفي التصريح اللي قريته الست في النيابه. حاضر يا فندم، هقراه حالا. انا عايزه التصريح ده يتبروز كويس قوي وتختاري افضل صوره لشاديه وتحطيها تحت عنوان فيديو شاديه الفلاني يفجر قنبله جديده. مساء الخير يا فندم. مساء النور بالسوبر ستار بتاعتنا. اتفضلي يلا يا جهان وبسرعه. حالا يا فندم. اتفضلي يا شادي. شكرا. مش ممكن، حضرتك عايزاني اعرض بكره؟ لو ينفع تعرضي النهارده كنت نزلتك البلاتو فورا. يا فندم مستحيل الكلام ده. انا ما عنديش مستحيل يا شاديه، ولو كان على فريق الاعداد ما تقلقيش، انا هجهز لك احسن تيم اعداد عندي هشغلهم لحسابك النهارده وبكره. ايوه بس انا لسه حتى ما وكمان لو عايزه تسهري معاهم انا هحجز لك في الاوتيل اللي جنبنا وذاكري معاهم براحتك يا ستي. طب وعلى ايه يا فندم كل الاستعجال ده؟ مش حضرتك حددتي ميعاد الهوا بعد اسبوع؟ حددت امبارح يا شاديه، بس بعد قضية النهاردة ما ينفعش استنى أكتر من يوم واحد. حضرتك قصدك على القضية؟ آه طبعاً، هي قضية سوكا والتصريح اللي قالته عنك قنبلة نووية هيشعل الحلقة ويرفعها للسماء، وما ينفعش أسيب الموضوع يبرد لحد ما تيجي أحداث جديدة وتضيعه. والله أنا حاسة إن القنبلة دي فرقت في وشي أنا. إزاي يعني؟ مش عارفة، أنا قلبي مقبوض كده وحاسة إن أنا سبب في الجريمة دي. الست قتلت واعترفت ومش بعيد كمان تتعدم بسبب الفيديو اللي انا. لا 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 لا، ايه الجو ده؟ ايه الجو ده؟ انا عايزاكي تنسفي الاحساس ده من جواكي خالص، وقدام شويه هتنسفي مشاعرك كلها. انسف مشاعري؟ طبعا يا شاديه، احنا بنشتغل صحافه واعلام، يعني بصراحه المشاعر دي والرقه دي هتبقى اول مسمار في نعش مستقبلك. امال كنتي عملتي ايه لو قلت لك تروحي تسجلي معاها؟ اسجل معاها ازاي يعني؟ اصلا مش هينفع، ما عندناش وقت، وما اضمنش النيابه تصرح بالتسجيل ولا لا. يلا بسيطه، ملحوقه الحلقه الجايه ان شاء الله. يلا يا بطل شدي حيلك واستعدي للمواجهه، وانا هكلم مدحت يجهز لك التيم بتاعك فورا. طيب انا بس عندي طلب واحد بخصوص موضوع الاعداد. اكيد امري. انا عايزه جيهان راتب معايا في التيم. جيهان؟ هي جيهان هتفيدك بايه؟ دي بنت امكانياتها متواضعه واخر حلقه اشتغلتها على يدك. ما هو ده السبب يا فندم، انا عايزه اعوضها عن الحلقه اللي باظت بسبب بتاعت ابو رجيله. برضو ماشي ماشي يا بنت الحلال، اوعدك جيهان هتبقى معاكي بس بعد حلقه بكره، وده اخر طلب عاطفي اوافق لك عليه. لا حضرتك ما تقلقيش خالص، انا اوعدك ان انا هنسف موضوع مشاعري ده فعلا. وانا بس عايزه طلب كمان، انا عايزه اسجل مع سوكا. سجلي مع سوكا؟ امتى وازاي؟ النهارده وفي اسرع وقت ممكن، ولو على تصريح النيابه انا هتصرف.